من ميدان السرعة والحماس إلى الميدان اللي محتاج تكنيك عالي، من الخيل والخيال إلى الشارقة إلى ميدان قفز الحواجز وإلى البطولة الختامية لهذا العام. طبعا هاي البطولة مشاهدينا هي تمهيدية لبطولة قفز الحواجز اللي حتصير خلال هذا الموسم خلال الأشهر القادمة. المزيد خلينا نشوف. أقيمت في الصالة المغطاة في نادي الشارقة للفروسية والسباق البطولة التدريبية العاشرة لقفز الحواجز، والتي تأتي في إطار البطولات والمنافسات الصيفية التي أقامها النادي طيلة فترة الصيف ليستمر الفرسان في التجهيز والتحضير استعدادا لانطلاق موسم قفز الحواجز خلال الأيام القليلة القادمة. وشهدت هذه البطولة مشاركات لافتة من قبل الفرسان بمختلف الفئات، حيث تنافسوا فيما بينهم على الجولات النظيفة، وأظهر العديد منهم استعداده الجيد لخوض منافسات الموسم المحلي والبطولات الدولية بطموح كبير وعزيمة عالية لمعانقة الكؤوس فوق منصات التتويج. إن شاء الله أننا بنكون مستعدين خير استعداد لهذا الموسم. طبعا كل موسم فيه تحديات، وانا ان شاء الله اني ابغي احافظ على لقب الميديم تور، او اذا رحت للبيك تور طبعا هذا بيكون اكبر تحدي لي اني احافظ على لقب بطل الامارات. طبعا المعسكر الصيفي كان معسكر موفق لي الحمد لله، اتجهنا الى المانيا، كنا في اسطبل داغوبرتسهوزن، اسطبل معروف، والحمد لله ان توفقنا في المعسكر الصيفي. الحمد لله ان الشيخه فاطمه بنت هزاع بن زايد ال نهيان مو بمقصره ويانا في كل شيء، من معسكرات، من خيل، من بطولات، يعني دعمت لنا بكل طريقه تقدر تتخيلها. وانا احب اشكرها من هذا المنبر، احب اشكر الشيخه فاطمه بنت هزاع واسطبلات الشراع لمنحهم هذه الفرصه لي. هاي بطوله تدريبيه عشان تدرب الخيل حق الموسم عشان تستعد. وانا اليوم دشيت في كلاس 2، دشيت اني ادش حق الخيل اني ادربه حق الموسم، لانه وراه بطولات في شو اسمه في الموسم، بطولات مهمه ودوليات، عشان شي داش اعلم الخيل والحمد لله طفت كثير. والله صراحة أنا كنت في فترة الصيف طلعت مع الفريق الإماراتي اللي هو فريق الشراع، قعدت بألمانيا عملت مباراة بميونخ، هي مباراة انترناشونال كانت ون ستار، والحمد لله حققت باليوم الثاني المركز الخامس، والحمد لله رب العالمين كان معسكر جدا جيد واستفدت كثير منه وتعلمت أشياء كثير جديدة. هلا هي المباريات هي عبارة عن مباريات تدريبية للخيول، معظم الخيول بتدخل في فترة الصيف اللي ما بتسافر على أوروبا بتكون موجودة بدولة الإمارات، بتكون في فترة راحة لها. فهلأ كون الموسم على البواب وراح يبدأ بالشهر العاشر، فمعظم العالم في خيل بقيانة لسه بأوروبا لسه ما ردت، وفي خيل ردت من أوروبا، وفي خيل كانت بقيانة هون خلال فترة الصيف. فالعالم اللي خيولهم موجودة هون خلال فترة الصيف فبيبدأوا فيها بشكل تدريجي، فهي عبارة عن مباريات تدريبية عشان يرجع لياقة الحصان ويكون الحصان في الكونديشن اللي هو بده إياه خلال فترة الموسم. هاي الفرس اللي عم ركبها هي فرس عمرها 8 سنوات، فرس جرين ما في عندها خبرة كثيرة، فمشان هيك أنا ركبتها أول شوط بالمتر عشان أعطيها ثقة بنفسها للفرس، عشان أركبها هلا بالشوط اللي بعده اللي هو شوط ال 120، لأنه هي بالمباريات تبع الموسم حتكون الفئة تبعتها هي فئة 120 وممكن أعلى شوط إذا تطورت الفرس وتحسنت.